من باب التوبة. يعني صدق الإنسان سبحان الله قبل يعني يخطي ويذنب بأمور يعني واجد، والإنسان خطاء بكل شيء. يا جماعة يعني أنا قاعد أكلمك بتجربة شخصية مرت علي يعني فترة، سبحان الله الله ذكراني مرض. سبحان الله، يعني الرجل يقول أنا كنت مريض، أنا كنت الله سبحانه وتعالى ربما يبتلي الإنسان في هذه الدنيا بأمراض، ربما يبتلي الإنسان بهم. تدري ليش؟ عشان ينطرح بين يدي الله. والله ما لقيت ألف من الطاعة ومن السجود، أقسم بالله. الله عز وجل يقول في سورة السجدة: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، الهموم الكروب الأمراض، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. تخيل معي شيخ علي، ختم الله عز وجل بالآية إيش؟ لعلهم يرجعون. يا عمر اكترى محسوب، يكفي كفال النوب، ردد بصوت مغلوب ارحمني يا